هذه واحد الاكله معروفه ان احنا في الاطلس المتوسط كدار النفيسه وكدار في ايامات البرد، هي كسكسو بالتشيشه والمجبنه معمره. ايه واخا، هذا اختصاص الوالده ديالي الله يخلي لها الصحه يا ربي امين. كنحتاجوا فيها جوج البصلات كبار، حبه المطيشه، ايه راس ديال الثومه، راس صحيح، ايه ربطه الربيع، وكنحتاجوا اللحمه. بالنسبه للحم كياخذوا العنقره، واخا من جهه العنقره. ايه من جهه العنقره، وكناخذوا المجبنه، وهو في حاله الا ما كانتش المجبنه، والحاله دي كانت كديرها انا بالمجبنه، مي الا ما كانتش المجبنه كديرها في بلاستيك، دابا ولات كديرها في بلاستيك غذائي. بالنسبه للحشوه اللي كدار في المجبنه، غادي نحتاجوا الحلبه، ايه وغادي نحتاجوا راس الحانوت، والزعتر، ايه وفليو، والبيض البلدي، والبيض البلدي واخا، والشحمه. هما كانوا كيديروا الشحمه، مي دابا انا نهار كنصاوب كندير الكفته، شويه الشحمه كتجي صعيبه الماكله، واخا هي كتعوضيها بالكفته ياك. كتعوضها بالكفته، غير شي شويه ديال الكفته واحد ايه نص ربعه ولا هذا. وكنحتاجوا العدس، والعدس ايه وصافي، والعطريه ديال الكسكسو العاديه، الملحه والبزار والخرقوم والسمينه وزويته بلديه. ايه العطريه ديال الكسكسو كنديروها في هاد التخليطه اللي غنديرو. كنديرو في التخليطه وكنديرو في المصايد، ايه صافي. كتنصب عادي، كدير ديك اللحمه كتشحر مع البصله، وكتحك عليها مطيشه، كتلوح داك الراس ديال الثوم كيف ما هو صحيح، كدير ربيطه ديال الربيع، وكتمرق، وكتسد على ديك اللحمه كطيب. والعدس نسيت لك العدس، كنديرو النص في المجبنه والنص في المرقه، وكتسد. وكاين الناس اللي كيزيدوا الفول، يعني كل واحد على حسب الاختيار ديالو في المرقه، الفول اليابس، وكنسدو عليها كطيب، وكنشدو ديك المجبنه، كناخدو الحلبه كتكون عندنا متزقه ليله قبل، والعدس كنسلقوه نص سلقه، وكنزيدو كنخلطوه مع ديك الكفيته، ونديروا الملحه والبزار والخرقوم والسكينجبير والزعتر، كنطحنوه بحال هكا غير بين يدينا، هو مع فليو مع المسخن مع واحد رويز المعلقه، ايه وداك الشيء كله كنخلطوه بالبيض البلدي، واحد ثلاثه ولا اربعه البيضات بلديين، كيجي جاري. وكنعمروه في ديك المجبنه، وكتسد. وكيف ما قلت لك، الا ما كانتش المجبنه الناس كيعوضوا بالبلاستيك غذائي، بحال ولا هذيك باش كنصاوبوا الكاشير، داك البلاستيك فاش كنصاوبوا الكاشير. ايه صافي، وكتسد وكنتكوها، كتشوف شي ابره كتسكها واحد ثلاثه ولا اربعه تسكات باش ما كطرطقش، وكتردها في وسط المرقه كطيب. باش كتشرب ديك المريقه. وخلاص. والتفوار كنفورو، هما كيصوبوا التشيشه، التشيشه التشعير هي اللي كتفور، كتكون بالشعير، كتكون بالشعير، التشيشه الرقيقه، التشيشه المتوسطه، التشيشه الرقيقه، كتفور تفوار عادي ديالها، ومن بعد في التسقيه، يعني كتسقى عادي، كتحط ديك اللحيمه مع العدس، وكناخدو ديك المجبنه كتقطع بحال كتقطع دوائر، ايه وكتبقى كتجيب بها الدار الطبسيل كامل. واخا، يعني هذه عندنا اساسيه بالنسبه للنفايس او لا. يعطيك الصحه كيف ما قلتي، ايه مزيان اللي رجعتينا لهاد الشهيوات البلديين، يعني شهيوه صحيه ومناسبه، يعني ملي تيكونوا اوقات ديال البرد، وعاد قلتوا انكم يعني كديروها للمراه اللي كتكون نفسها اللي عاد ولدات. الله يعطيك الصحه، هذه ضروري.